السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم حياتك يا حياتي. منذ يومين تقريبا نشرت تقرير بتحدث فيه عن هدوء حذر وغير معهود على منطقة شرق البحر المتوسط، وكنت بشك ان الهدوء ده وراه شيء في شيء من البغتة. والنهاردة 2 ديسمبر 2023، بركان إتنا في جزيرة صقلية التابعة لدولة إيطاليا انفجار شديد جدا نتج عنه حمم بركانية شديدة ورماد بركاني غطى معظم المنطقة. هذا منذ تقريبا 2 إلى 3 ساعات. اليوم 2 ديسمبر عام 2023 تقريبا بتوقيت العالمي الساعة 7 مساء. ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق حوض البحر المتوسط نتيجة لهذه الحمم وارتفاع درجات الحرارة إلى تقلبات مناخية شديدة خلال الساعات القادمة. تابعونا للأهمية، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.